صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 21 لسنة 2020 بتنظيم الخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ويتضمن القرار آليات وإجراءات لتنظيم شؤون العاملين في قطاع الخدمات المالية المشتركة بما في ذلك آلية ندب وصرف الرواتب والمزايا الوظيفية وشروط مراجعة التنظيم الإداري لإدارات الموارد المالية في الجهات الحكومية والإجراءات الخاصة بالمساءلة ويأتي هذا القرار إعمالا بما نص عليه مرسوم إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم واحد لسنة 2019